أشكر اللجنة المشتركة الموقرة التي بذلت جهدا منقطع النظير في بحث هذا القانون مشروع القانون مع الأحزاب والفعاليات الشعبية والنسوية، وتشرفت في مشاركة هذه اللجنة في العديد من اللقاءات. لكن إذا سمحت الرئاسة الجليلة، أود أن أذكر أن أحد المهام التي كلفت بها هذه القوة هي مراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية وعلى رأسها قانون الأحزاب، ولذلك كان لابد من إعادة النظر في هذا القانون ومحاولة إزالة المعيقات أمام العمل الحزبي، والذي اتبعت به الحكومة فلسفة واضحة ترتكز على نقطتين: التسهيل في تشكيل الأحزاب، التساهل يعني التسجيل لتاحتها، والتشدد في التمويل. وهذه هي الفلسفة التي اعتمدتها الحكومة في مشروع القانون، وعليه تقدمنا في مشروع القانون. أستاذ يحيى، اسمح لي أنك ما تجاوب على محمد صراحة. تفضل. يا يحيى إذا ما بدكم نرفع الجلسة وننتهي من طابق، أرجوك يعني. أنا ما برضى إني أدير جلسة بهذه الطريقة، إذا سمحت. ممكن حلمك علي خلينا ندير الجلسة بكل احترام. تفضل معالي الوزير. أتت به اللجنة الموقرة أوردت العدد كما تفضل العديد من الأخوة النواب، العدد الذي كان واردا من شروط التشكيل في المادة 6، وأوردت عبارة خوض جميع الانتخابات، وهذه تعني أن أي حزب عليه أن يخوض كافة الانتخابات دون استثناء، الأمر الذي قد يتعذر على أحد الأحزاب أن يخوض أحد الانتخابات، وأعتقد أنها سهوا وردت وليس هذا المقصود أو باللغة. والثاني تشكيل الحكومات أو المشاركة فيها، ما يعني أن أي حكومة مستقبلية قد تأتي إذا كانت هناك أحزاب في داخل البرلمان فلها الأولوية حتى ولو تكن تمتلك الأغلبية. أتمنى على الأخوة في اللجنة الذي أدرك السياسة أو المغزى الذي أرادوا أن يذهبوا إليه أن نعود إلى أن تتبنى المادة المقدمة من الحكومة. وشكرا. شكرا.